مساء سعيد احبتي المشاهدين، واهلا بكم بحلقه جديده من برنامج سبورت ترند. حلقتنا لهذا اليوم اكيد راح نسلط الضوء على مباراه منتخبنا الوطني امام نظيره الكوري، وايضا مواضيع اخرى تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، لكن بعد فاصل قصير. اهلا بكم من جديد، متابعتنا الاولى اكيد راح تكون من موقع اتحاد الكره والوحده التدريبيه الاخيره لمنتخبنا الوطني قبل مواجهه نظيره الكوري. نشاهد سويا. أكيد الروحية حاضرة والتفاؤل واضح على وجوه الجميع، والأمل موجود بتحقيق نتيجة إيجابية تبقي منتخبنا في صدارة المجموعة وتعطيه دافعا كبيرا لمواصلة الرحلة المونديالية وبلوغ كأس العالم إن شاء الله للمرة الثانية في تاريخ الكرة العراقية. نبقى في موقع الاتحاد ونشاهد منشورا عن المؤتمر الفني الخاص بمباراة الغد. نتابع على الموقع الرسمي لاتحاد الكره، منتخبنا بالطقم الابيض في مواجهه كوريا الجنوبيه، حيث عقد ظهر اليوم الاثنين المؤتمر الفني الخاص بمباراه منتخبنا الوطني وكوريا الجنوبيه التي ستقام غدا الثلاثاء في الساعه 8 مساء بتوقيت يونغن، الثانيه ظهرا بتوقيت بغداد. ومثل الجانب العراقي المدير الاداري للمنتخب الوطني مهدي كريم وطبيب المنتخب الوطني قاسم الجنابي ومدير التجهيزات حقي ابراهيم والمنسق الاعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد، وتقرر خلال المؤتمر ان يرتدي منتخبنا الطقم الابيض الكامل وحراسه اللون الازرق، بينما يرتدي منتخب كوريا الجنوبيه الطقم الاحمر الكامل وحراسه اللون الاخضر، بينما يرتدي الطاقم التحكيمي اللون الأصفر. وتم التطرق أثناء المؤتمر إلى كل ما يتعلق بالأمور الإدارية والطبية والإعلامية واللوجستية قبل انطلاق مواجهة الغد. مباشرة نشاهد مقطعا مصورا لمقتطفات من هذا المؤتمر الفني الخاص بمباراة منتخبنا مع نظير الكوري. نشاهد. نذهب إلى صفحة وان ومنشور عن المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة المنتخب الوطني، وماذا قال كاساس في هذا المؤتمر. كاساس يقول: تلقيت عرضا لتدريب كوريا الجنوبية، المفاوضات التي أجريتها مع الاتحاد الكوري كانت اختبارا جيدا، وتحدثنا عن أسلوب اللعب أيضا. من الصعب الحصول على عقد تدريبي لقيادة المنتخب الكوري الجنوبي. أعلم أن مدرب المنتخب الكوري الحالي هونغ ميونغ بو تم تعيينه أيضا بعد اختبار جيد من قبل الاتحاد. المنتخب الكوري أكثر تنظيما من المنتخب العراقي، والشمشون يمتلك لاعبين موهوبين ومنتظمين هجوميا ودفاعيا. ويقول أيضا: المجموعة الثانية في التصفيات صعبة للغاية، أعتقد أن كوريا ستتأهل كمتصدرة، والعراق والأردن وعمان سيتنافسون على المركز الثاني. لم نطلب بتغيير الملعب بسبب قصر الفترة للتحضير للمباراة، وتأقلمنا مع الوضع.
نعم، يعني حديث واقعي عن مباراة مهمة ومنتخب كبير يلعب على أرضه وبين جماهيره، وهو متصدر أكيد للمجموعة ويحاول خطف نقاط المباراة لوضع قدم في المونديال القادمة، لكن كاساس بكل تأكيد درس نقاط القوة والضعف لدى المنتخب الكوري الجنوبي، ويفترض أنه سيكون قادرا على الحد من خطورتهم من خلال وضع تكتيك معين. روح إلى موقع اتحاد الكرة مرة ثانية ومنشور يخص حديث اللاعب ميرخاز دوسكي عن مباراة الغد أيضا من خلال مؤتمر صحفي. شاهد هذا المنشور، يقول دوسكي: سنقدم كل ما لدينا في مواجهة كوريا. حيث تحدث لاعب المنتخب الوطني ميرخاز دوسكي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد بين منتخبنا الوطني وكوريا الجنوبية، مؤكدا إننا سنواجه فريقا منظما ويمتلك العديد من اللاعبين من أصحاب المهارات الفردية، وأعلم أن هناك لاعبين محترفين على مستوى عال مثل رقم 10 في نادي ماينز الألماني وجناح اليمين المحترف في باريس سان جيرمان، وأضاف محترف سلوفاكو تشيكي: نسعى للحفاظ على نظافة شباكنا وتقديم كل ما لدينا في مباراة الغد من أجل المضي قدما بخطوات واثقة نحو التأهل إلى كأس العالم. بكل تأكيد يعني المنتخب الكوري يمتلك لاعبين محترفين على مستوى عال مثل ما قال دوسكي، يعني رغم غياب النجم سون، لكن عناصر المنتخب الكوري مميزة وقادرة على صناعة الفارق. بنفس الوقت أكيد منتخبنا يمتلك أسماء مهمة على الخارطة الآسيوية مثل أيمن حسين، علي جاسم، ويوسف الأمين، إبراهيم بايش وغيرهم من اللاعبين اللي نطلع أن يكونوا بيومهم ويقدمون أداء مميز. مباشرة نشاهد مقطع مصورا لحديث كاساس ودوسكي من خلال هذا المؤتمر الصحفي. This group is a very hard group. I think South Korea is favorite. Normal South Korea will be in the World Cup, and Jordan, Oman, and us will fight for the second place. Okay, obviously we want to be in first position in this group, but I know it's very very hard. So we try to be in the World Cup. But we need to a perfect qualification, because Jordan and Oman are very good teams and a similar level with us. And South Korea, I think, is one step more than the others. We are looking forward to tomorrow's game against one of the best teams in Asia. We are fully prepared. I'm looking forward to the game. They have many individually good players, and also well organized team, but we are very motivated and we want to play that game. And yes. من جانب آخر راح نشاهد على صفحة معرض الكرة منشور لحديث قائد المنتخب الكوري أيضا خلال المؤتمر الصحفي لمباراة يوم غد، حيث قال: منتخب العراق منافس مباشر لنا على الصدارة، لذلك سنبحث أمامهم عن تحقيق الفوز فقط للحفاظ على الصدارة. أعرف أن أيمن حسين جيدا، فقد لعبت ضده مرتين أو ثلاث، إنه يتمتع بقوة بدنية عالية وتركيز خاصة في الكرات الهوائية. أكيد يعني من صفات المنتخبات الكبيرة احترام الخصوم والتعامل مع كل المباريات بأهمية عالية، لذلك لم يكن منتخبنا أكيد صيدا سهلا للشمشون الكوري، والمباراة ستعتمد بكل تأكيد على جزئيات معينة. إلى صفحة وان والحديث مدرب المنتخب الكوري في المؤتمر الصحفي أيضا اللي يسبق مواجهة منتخبنا الوطني مع منتخب كوريا. مدرب كوريا الجنوبية هيونغ ميونغ بو: العراق فريق قوي ويجب أن نحقق الفوز بطريقة أو بأخرى. مواجهة العراق ستكون مختلفة عن الأردن ونحن مستعدون لهم. أيمن حسين يمثل خطورة كبيرة على المرمى، فعندما يستلم الكرة يصنع خطورة على المرمى، لكن سنجهز للتقليل من خطورته أمام مرمانا. التركيز، كل التركيز طبعا سيكون على اللاعب أيمن حسين اللي يشكل عامل خطورة بالنسبة للمنتخب الكوري، لذلك ستكون مراقبة خاصة لهذا اللاعب من أجل الحد من خطورته، لكن كنا أمل بابو طبر إن شاء الله يفعلها ويسجل في المرمى الكوري. إلى موقع الاتحاد وحديث اللاعبين إبراهيم بايش وحسين علي عن مباراة يوم غد. أكيد أول شيء الاستعدادات جيدة، فريقنا بأتم الجاهزية. تعرف مباراة فلسطين مباراة تكون صعبة الطرفين، اي مباراة ندخلها هي في التصفيات النهائية لازم نلعب كمباريات، انه نلعب كمباريات نهائية. الان طوينا صفحة فلسطين، تنظر مباراة مهمة بعد غد امام منتخب الكوري. منتخب الكوري من فرق جيدة،
أنا واثق من اللاعبين أنه يقدمون مباراة تليق باسم اللاعبين، باسم كادر التدريبي، باسم العراق. إن شاء الله يا ربي أنه نحقق 3 نقاط ويكون 3 نقاط ثمينة. أكيد الإصابات حقيقة كانت يعني صعبة علينا، لاعبين مميزين كانوا غابوا عن مباراة فلسطين وكوريا، بس اللاعبين اللي بقى الزملاء واللاعبين اللي بقية قدروا يعوضون هذا الكم الهائل من الإصابات، والبركة إن شاء الله هم الموجودين. أكيد أيمن، تعرف أيمن لاعب مهم بالمنتخب الوطني، لاعب ما يتعوض. أكيد تواجده بالتمرين، تواجده في المنتخب الوطني هو يعطينا حافز إحنا كلاعبين. أتمنى له الموفقية والنجاح في حياته في كرة القدم وخارج كرة القدم. أول شيء المستوى على فلسطين مو كانت المستوى يعني المفضلة، بس الحمد لله أهم شيء الـ3 نقاط وفزنا المباراة. وتدري مسيرة طويلة بتصفيات كأس العالم، فهو الأهم شيء لأنه الفوز. هسه وصلنا لكوريا، الوقت شوية متغير وهيجي، بس احنا مستعدين وتدربنا هسه زين. فلا ان شاء الله جايين هنا وفوز المباراة. كل مباراة عندها الأهمية مالتها، بس طبعا ندري ان كوريا فريق قوي، بس احنا جايين ناخذ 3 نقاط ونكمل مسيرة الكأس العالم إن شاء الله. بالفعل يعني مسيرة طويلة، لكن خطوة الألف ميل راح تبدأ بميل، وفي هذه المباراة إن تحققت النقاط الـ3 فإن المشوار أكيد سيكون أسهل بكثير مقارنة لو كانت يعني نتيجة سلبية لا سمح الله. ففي هذه التصفيات لا يوجد تعويض، كل النقاط مهمة وتساهم في الوصول إلى الهدف المنشود. إلى صفحة المؤرخ والمؤرشف الكروي ياسر خفاجي وحديث عن الطاقم التحكيمي لمباراة يوم غد نتابع. يقود الحكم الأوزبكي رستم لطفولين مباراة منتخبنا الوطني ضد مستضيفه الكوري الجنوبي، وهذه أول مباراة لهذا الحكم يكون أحد طرفيها المنتخب العراقي. أما مساعديه أندريه تسابينكو وتيمور غاينولين فسبق لهما أن حضرا مع مواطنهم الحكم الدولي ألكيز تاناتاشيف في العديد من مباريات أسود الرافدين، كما كان ضمن الطاقم التحكيمي بقيادة تانتاشيف أيضا الذي أدار نهائي كأس العراق في الموسم الماضي بين الشرطة والجوية، والذي جرى قبل أسابيع قليلة من المباراة التي حكمها هذا الثلاثي وجمعت منتخبي المغرب وإسبانيا في نصف نهائي أولمبياد باريس، والتي أصيب فيها تانتاشيف وغادر الملعب في حادثة فريدة من نوعها. من المرشف ياسر الخفاجي إلى النجم الكروي السابق مصطفى كريم، وماذا قال عن مباراة يوم غد من خلال منشور على صفحة سبورت جرام نتابع. مصطفى كريم يقول إذا أخذنا نقطة من كوريا الجنوبية إحنا رايحين إلى كأس العالم. أكيد مثل ما تحدثنا قبل قليل فهذه مباراة يعني بـ6 نقاط ولقاء لفض الشراكة بين المتصدر والوصيف. نعرف أن منتخب كوريا متصدر ومنتخبنا بالمركز الثاني، لكن فارق بسيط هو فارق الأهداف. روح إلى فيديو طريف شارك رئيس البعثة العراقية الكابتن يونس محمود وهو في إحدى شوارع العاصمة الكورية مع مرافقه الخاص الذي ظنت الجماهير الكورية أنه لاعب، فترك يونس والتقطوا معه الصور. نشاهد سوي. كوريا good man tomorrow you will win. صبايا يا مرة بس الصور بينا نطوب طاقة نطوب طاقة عبالهم لاعب نقول عليكم ثلاث مرات يلا يونس ويا موقف لطير. في كوريا أيضا تتواجد الجماهير العراقية، وهذا أكيد مو غريب على الجماهير العاشقة والمحبة لكرة القدم. من أمام مقر الإقامة للمنتخب العراقي نشاهد فيديو لعدد من المشجعين العراقيين وهم يهتفون لكاساس. We'll be right back.
يعني ابدا مو غريب على الجماهير العراقيه ان ترافق سود الرافدين في اي بقعه من بقاع العالم، جماهير محبه ومسانده وتتمنى ونتمنى ان يكون حضورهم طبعا مميز في مدرجات الملعب يوم غد باذن الله. بالوحده التدريبيه الاخيره يونس محمود ايضا كان حاضر في التدريبات وراح نشاهد فيديو قصير وهو يتواجد ويحفز اللاعبين في اخر حصه تدريبيه. نشاهد اخر وحده تدريبيه للاعبين. هذا الملعب راح نلعب به. توفيق للأسود. توفيق. أكيد يعني وجود نجم بحجم يونس محمود يعطي دافعا كبيرا لزملائه اللاعبين بالملعب، وهذا أمر مهم بكل تأكيد خصوصا ويا اللاعبين الشباب المتواجدين في كتيبة سود الرافدين وأيضا مع المهاجمين على وجه الخصوص وأيمن حسين تحديدا اللي يعول عليه الجميع في هذه المباراة. أيمن حسين طبعا الحديث عنه أصبح في كل مكان، وفي المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب الأردني جمال السلامي عرج أيضا على أهمية أيمن من خلال هذا التصريح اللي راح نشاهده سويا. شفنا المنتخب العراقي سجل هدفين في 3 مباريات، شكون اللي سجلهم؟ سجلهم أيمن حسين لاعب واحد، وبالتالي حقق لاعب واحد حقق 6 نقاط المنتخب، يعني نجم. وبالتالي احنا افتقدنا 2 ديال النجوم اللي تكملوا العمل ديال المجموعه. مجموعه عندنا تشكلات على 2 ديال اللاعبين اللي ممكن ينهيو العمل ديال المجموعه. بالنسبه لي شخصيا المنتخب العماني ادى منذ البدايه مباريات كبيره، اظن انه ضد المنتخب العراقي كان يستحق نتيجة أفضل من الهزيمة. وبالتالي مباراة العراق فصل فيها هدف واحد، لأنه أيمن حسين سجل هدف والعراق استغلوا هذه الفرصة، ولكن المنتخب العماني كان أفضل في المباراة بتاع العراق. طبعا هذا كل ما يخص مباراة يوم غد. راح نغادر الآن موضوع المنتخب ونعرج على موضوع آخر مهم جدا اجتاح اليوم مواقع التواصل الاجتماعي وهو يخص إدارة الزوراء. راح نبدأ من الخبر اللي نشاهده في هذا المنشور. مركز التسوية والتحكيم الرياضي يصادق على حل الهيئة الإدارية لنادي الزوراء. طبعا بعد هذا التصريح او هذا الخبر مباشره رئيس اللجنه الاولمبيه الدكتور عقيل مفتن كان له تصريحا بهذا الخصوص، راح نتابع اكيد ايضا سويته. رئيس اللجنة الأولمبية عقيل مفتن يقول على الأندية الابتعاد عن شخصنة الأمور وعليهم أن يكيفوا وضعهم القانوني والعمل على بناء الرياضة الحقيقية من خلال توسيعة قاعدة الألعاب الفردية والجماعية لديهم بتوظيف الأموال لتلك الألعاب. طبعا رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور عقيل مفتن ومنذ تسلمه منصب رئاسة اللجنة الأولمبية أعلن في وقتها أنه سيقود حملة إصلاحية لكل الاتحادات والأندية خصوصا التي ترتكب مخالفات إدارية وقانونية. ونشاهد اليوم الكثير من الأندية بدأت تكيف وضعها وتجري مؤتمرات انتخابية بالصورة الصحيحة. راح نشاهد عدد من ردود الفعل بعد هذا القرار، والبداية من الصحفي أحمد السعيد اللي كتب على صفحته: انتهت فترة الشد والجذب ومعها انتهت فترة 14 عام من العمل لإدارة الزوراء السابقة بإدارة فلاح حسن، فترة تحصل خلالها الفريق على 3 ألقاب دوري في 13 موسم لم تكن مقنعة لجماهير النوارس الكبيرة التي كان لها دور مهم في هذا القرار. إصرار الأولمبية ورئيسها عقيل مفتن جعل مركز التسوية يصادق على القرار بعد دراسة وافية ومطولة. الهيئة المؤقتة ستباشر عملها هذه المرة بشكل مباشر وقانوني بطموحات وأهداف مختلفة، وبنفس الوقت ستحضر للانتخابات الجديدة خلال فترة أقصاها 3 أشهر. تحديات كبيرة تحتاج لتكاتف والتفاف الجميع من أجل عودة الرونق والألق للبيت الأبيض بعد سنوات من الابتعاد عن منصات التتويج. من أحمد سعيد إلى لاعب زوراء السابق عدنان أبو سعدية وماذا نشر على صفحته الشخصية. أبو سعدية يقول: وأخيرا الحق ينتصر، الحمد لله رب العالمين. من أبو سعدية إلى سعد عطية لاعب زوراء السابق اللي أيضا نشر على صفحته متهكما طبعا بإدارة الزوراء السابقة، حيث قال سعد عطية على صفحته الشخصية: ما مقهور بس على الطلي شنو ذنبه المسكين. طبعا هو هنا يقصد إدارة الزوراء بعد أن كسبت القرار الأول قبل فترة قصيرة من أيضا من مركز التسوية، قاموا يعني بذبح الخرفان في باب ملعب الزوراء ابتهاجا يعني بحصولهم على القرار، لكن الآن الوضع تغير وأيضا
إدارة الزوراء أصبحت منحلة مرة ثانية، وبالتالي الهيئة المؤقتة هي من ستقود النادي خلال الأشهر القليلة المقبلة. الصحفي والإعلامي الرياضي عمر قحطان أيضا تناول الموضوع على صفحته من خلال هذا المنشور اللي راح نتابعه سوي. بعد صراع طويل، رئيس اللجنة الأولمبية عقيل مفتن ينتصر على فلاح حسن. محكمة التسوية أقرت بصحة قرار الأولمبية بحل إدارة الزوراء. الآن يعني بعيدا عن الزوراء وعن الكرة العراقية، نشر الصحفي والإعلامي القطري علي عيسى موضوعا بشأن المهاجم الدولي السعودي نايف هزازي، راح نتابع في هذا المنشور. عندما تقسو عليك كرة القدم وتعطيك ظهرها المهاجم الدولي السعودي نايف هزازي ينتقل لنادي الوادي، أحد أندية الدرجة الرابعة، بعقد يمتد لأربع مباريات فقط. طبعا يبدو أن مفاجأة مهاجم المنتخب السعودي الدولي نايف هزازي لن تكون بشأن عودته إلى الملاعب مرة ثانية، بل إن المفاجأة الكبرى في عقده الغريب من نوعه مع فريقه الجديد، حيث توصل المهاجم السعودي إلى اتفاق مع نادي في دوري الدرجة الرابعة السعودي ليعود للملاعب من خلاله بعد غياب لأربع سنوات. طبعا عقده مع نادي الوادي هو أحد أندية دوري الدرجة الرابعة السعودي، والمفاجأة تكمن في أن العقد سيكون لأربع مباريات فقط، وهو الذي أثار جدلا واسعا بين المجتمع الرياضي على السوشيال ميديا، حيث يعد عقد نايف واحد من أغرب العقود الكروية في الملاعب السعودية. أخيرا الآن راح نشاهد جدول لمباريات يوم غد في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم. طبعا يوم غد هذه المباريات اللي راح تقام أستراليا واليابان، المباراة الأولى ساعة 1:35 دقيقة، بعدها مباراة منتخبنا الوطني مع الكوري الجنوبي في الثانية ظهرا، وبعدها الصين واندونيسيا في الثالثة ظهرا، وأيضا أوزبكستان والإمارات في الساعة 5 عصرا، بنفس الوقت قرغستان وكوريا الشمالية، أما إيران وقطر في الساعة 7 مساء، بنفس التوقيت فلسطين والكويت، وأيضا الأردن وعمان، والمباراة الأخيرة راح تكون بين السعودية والبحرين. والتوفيق أكيد كل التوفيق لمنتخبنا الوطني بمباراته المرتقبة يوم غد أمام المنتخب الكوري الجنوبي، وكل الآمال والتطلعات لتحقيق نتيجة إيجابية ترضي الشارع الرياضي، وأن يمضي منتخبنا بهذا المشوار المهم، مشوار مونديال كأس العالم، ويحقق تطلعات الشارع الرياضي بالوصول للمونديال للمرة الثانية على بتاريخ الكرة العراقية. بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل لقابكم غدا إن شاء الله في نفس التوقيت. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، إلى الملتقى.